جميل بجد، يعني ده احسن من سيزر ميلان. انا بجد فرحانه وانا كان بجد، مش بتهزر. ومستاهل بجد. يعني انا ما تخيلتش انها هتبقى كده. غريبة كده، احنا موقفين الرجالة صف تمام، وطبعا معانا اسمك ايه؟ ده ليه؟ ايدي في بقها اهي تمام، ايدي في بقها عادي خالص، هي بتشيل ايدي من بقها. هنشوف رد فعل الكلبة ايه؟ نشوف هل الكلبة اتغيرت معانا هنا ولا ما اتغيرتش؟ حاجة مع حد؟ سمعتي صوت الهوهوة كتير؟ لا راح فين؟ حطينا لها صامت سايلنت، عندي بتاع عندي بتاع التليفونات بنركب طبطب عليها. اديها لداليا، يلا هنلعب شويه. اديها لاسلام، تعالي اديها لاسلام. بركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس الجميله اللي متابعانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا من كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظات مصر. في حاجه غريبه كده، احنا موقفين الرجاله صف تمام، وطبعا معانا اسمك ايه؟ داليا. داليا فرح وفرح، الحمد لله على السلامه. المنصوره احسن ناس، انتوا نورتونا النهارده، احلى بنات المنصوره، احلى بنات. اشمعنى يعني؟ مش عارف. انتوا منورينا النهارده. هنتكلم عن بيتا. بيتا كل الناس عارفينها، كنتوا عندنا في الفتره الاخيره ديت، وكان في عقبه انتوا بتقابلوها مع بيتا، ان انتوا لما تمشوا بقى في الشارع بتهب على اي حد وبتهجم على اي حد. حرمتكم، قلتوا خلاص مش ماشيين بقى في الشارع، دي عقبه وخلاص لغيناها، هنسيبها في البيت ونتلاشى همها. لما سيبناها في البيت وطلعنا همها، حد من قرايبك جاي، انت قلتي لي كده، ولسه داخل البيت هجمت عليه عضته. وهي كانت خايفه منها، كانت بتبقى بتخاف قوي منها، فعشان كده ممكن عضتها. يعني ده الموضوع، ان موضوع الهجوم في البيت او الهوا اللي عندها دي كان على كله، اي حد غريب، اي حد، اي حد يتعب. وما كنتوش حابين الموقف ده، حبينا ان هي تكون اجتماعيه شويه تمام، عشان كده احنا نخرج معاها، عشان نعرف نخرج معاها. طيب هل اللي انا هنقول لك عليه دلوقتي هتعمليه ولا هتضيعي كل ده؟ هعمله اكيد. طيب طبعا دلوقتي مطلوب ان انا ندخل كلبي في حاله اجتماعيه. الحاله الاجتماعيه هي ان انا نعرفه على كل الاشخاص اللي انا بنقابله. الشخص اللي انا حاسس ان هو بيخاف من الكلاب نبعد عنه، انا نتلاشاه، انا كصاحب الكلب انا نتلاشاه طالما بيخاف خلاص. الحاجه الثانيه، لو انا شايف شخص حابب ان هو يقرب من الكلب وانا هنقربه منه، نخلي الشخص ده ظهره للكلب، يعني انا نحط الكلب كمامه في الشارع ملاشاه لاي اخطار تمام، حتى لو كلب هادي بنحط له كمامه، فبنحط له كمامه وبنروح اي في اي مكان فيه اشخاص كتير نقعد في وسطيهم تمام. كلبي لما يجي هو على حد بنبدا نعرفه لا، او نديله اسلوب منع او امر منع، لا بلاش تعمل كده، لا عيب تمام، وتبقى الشخصيه قويه شويه. الكلبه دي محتاجه حاجتين، حاله اجتماعيه وحاله شخصيه. الشخصيه دي عندك انت، والاجتماعيه دي عندها هي، ان هي تتعرف على كل الناس. احنا هنعمل فكره جميله دلوقتي كده، احنا موقفين الرجاله صف. فاكره لما انت جيتي وكانت الكلبه ما تعرفش حد، كانت عايزه تعض اي حد فيهم صح؟ هنشوف دلوقتي الكلبه رد فعلها ايه لما تطلع. هنعمل حاجه جميله وانت واقفه هنا تمام، واللي هنقول لك عليه بالظبط هتعمليه. مستعده؟ مستعده تمام. طبعا يا جماعه دلوقتي احنا هنعمل حاجه جميله خالص. هنشوف رد فعل الكلبه ايه، نشوف هل الكلبه اتغيرت معانا هنا ولا ما اتغيرتش تمام. هنبدا ان احنا نخلي ياسين ياخد الكلبه من هناك من عند العنبر، يديها لجابر، يديها لجابر، جابر يديها لاحمد، احمد يديها لاسلام، اسلام يديها لداليا، داليا هتمشي بيها كده وهترجع تديها لاسلام تمام، وبعد كده تديها لاحمد، يديها لاحمد. هنمشي بالترتيب ده تمام، نشوف رد فعل الكلبه هتعمل ايه تمام. جاهزين يا جماعه؟ الكاميرا تيجي معايا كده، يلا نديها لياسين الاول. مشي بقى بالراحه ياسين عادي خالص، ما تجريش عشان المسافه قصيره اساسا. طبطب عليها، اقعد طبطب عليها في الارض. اديها لجابر، مشي بيها يا جابر قبل ما توصل لاحمد، اقعد في الارض طبطب عليها، مشي مشي، كلمها قول لها تعالي يا بيتا، اقعد بقى طبطب عليها. اديها لاحمد، اطلع قدام سنة اسلام، يلا مشي مشي يا احمد، اقعد في الارض طبطب عليها، مشي اديها لاسلام، طبطب عليها، لفي بقى لفه بس، اقعد طبطب عليها. اديها لداليا، مشي بيها داليا، مشي بيها داليا، مشي بيها، طبطب عليها، لفي بيها. بصي يا داليا هتروحي الاتجاه ده، داليا ركزي معايا، هتروحي الاتجاه ده وترجعي الاتجاه ده تاني وتديها لاسلام. ماشي ماشي، ما تشغليش بالك بيها، ارجعي تاني على مالك بيها. يلا نرجع هنا تاني، تعالي هنا بقى، تعالي هنا، اديها الفرح، ونستأذنك ترجعي تقفي هناك مكان تمام، بس اديها الفرح. ماشي يا فرح هنا كده، تعالي هنا،
ارجعي تاني مكانك. يلا هنلعب شويه. اديها لاسلام. تعالي اديها لاسلام. مشي مشي بيها عادي ما تخافيش. اديها لاسلام. اديها لاسلام. يلا يا اسلام مشي هنا وتقعد طبطب عليها. اقعد. يلا اديها لاحمد. طبطب عليها يا احمد. اديها لجابر. طبطب عليها. اديها لياسين. طبطب عليها ياسين. اقف مكانك يا جابر وتعالى ياسين مشي قدام لحد نص المزرعه. لف حوالين اسلام بيها. اتفضلوا يا جماعه هنا كده نتجمع كلنا كده نعمله ده نص دايره كده. اقف ياسين جنب اسلام يا رجاله نعمله دايره كده. تعالي معانا يلا. شد ياسين جامد. مشي هنا في النص. تعالي هنا جنبي. مشي في النص ياسين. تعالي كده. مش ملاحظه ان الكلبه مش شاغله بالها بحد خالص؟ عادي خالص طبيعيه. ايه رايك؟ واو ياسين. تعالي بيك بس. بيتا اقعدي اقعدي شاطره. سلمي يلا. عندي يلا هند هند عندي بيتا. برافو 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 برافو. يلا شاطره. لا تحت تحت. برافو. روح اربطها هناك. اربطها هناك. ايه رايك في بيتا؟ اتغيرت. اربطها ياسين. في تغيير. مبسوطين منها كده؟ عملت حاجه مع حد؟ سمعت صوت الهواء كتير؟ لا. راح فين؟ معرفش اي حاجه. حطينا لها صامت سايلنت. عندي بتاع عندي بتاع التليفونات بنركب لها سايلنت ما تخافيش. انبسطتي منها؟ هنبدا دلوقتي نشوفها كمان في شغلها معانا ايه غير مستوى السلوك كده. خلاص كده تمام. تمام هنشوف مشكلتها معانا ايه. تمام ونبدا نوريك دلوقتي نمشي بيها ازاي الحاجات دي كلها وتكون حاجه مهمه. تمام. طبعا شاطرة. ايه تاني؟ نرجع تاني. كانت بتشد منك في الشارع شمال يمين. دلوقتي ماشي عادي خالص. ايه ده؟ ايه جنبي هنا هنا جنبي هنا. اقعد شاطرة. برافو. سلمي تحت. موتي يلا موتي يلا. شاطرة بيتا. ثابت ثابت ما تقوميش. اقعدي شاطرة. سلمي يلا. ايوه كده. تحت 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 شاطرة. موتي يلا. برافو. ايدي في بقها اهي. تمام ايدي في بقها عادي خالص. هي بتشيل ايدي من بقها. تمام ثابت. طبعا تتعاملي بطريقه عاديه خالص. تمام مع الكلبه. تمام وتمشي بيها عادي خالص. هتمشي بيها عادي خالص. تمام وتتعاملي بيها بطريقه عاديه خالص. اهم حاجه عشان نخلي الكلبه عندها حاله اجتماعيه دايما ننزل بيها في وسط الناس. ما نخليش الكلبه قلقانه من حد. ما نخليش الكلبه ان هي عندها خوف من حد. تمام لان هي الربكه اللي كانت عندها كانت بسبب ان هي دايما شاكه ان الناس وحشه. فاهماني؟ لا هي شافت هنا الناس كويسه كله بيتعامل معاها بيطبطب عليها عادي خالص.
قالت لا مفيش ضرر من الناس. لو لاحظتي ان انت من ساعه ما دخلتي المزرعه ما هوهوتش خالص. الهيجان اللي هي كانت عاملاه اول ما جت، الاستغراب لو مسكت واحد ممكن تعضه، الهجمه اللي هجمتها على الراجل واقف تمام، كل ده ما عادش خالص. الكلب بتتعامل بطريقه طبيعيه 100%. لو انت شايفه اي حد هنا حابه ان هو يقرب لها، احنا ممكن نخليك المزرعه كلها تقرب لها تمام. مبسوطه؟ اه جدا. ايه رايك؟ يا فرح روعه. طب عايزين نسمع روعه تاني. طب عايزين نسمع بقى كلمه للجمهور تمام. الكاميرا كده واضح. عايزين نسمع كلمه للجمهور لكابتن ابو نور بقى او المزرعه. كلمه حلوه بقى ايه؟ المنصوره بقى يا جماعه، الناس اللي في المنصوره، الناس الجميله دي هيقولوا لنا كلمه كده ونشوف ايه رايكم في المكان كده. واو جميل بجد، يعني ده احسن من سيزر ميلان. انا بجد فرحانه بجد بجد ساحل بجد، يعني انا ما تخيلتش انها هتبقى كده بجد. يعني مبسوطه ده كان حلم. لا مبسوطه. ايه رايك يا فرح هنا بقى؟ وايه رايك في كابتن ابو نور والشغل هنا؟ انت الكابتن اللي هو روعه صراحه. ربنا يخليك يا فرح. انتوا نورتونا النهارده، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وبابا طيب، ويا رب تبقوا بخير. واي مشكله مع بيتا انا موجود معاكم تمام، ما تخافيش منها. انزلي بيها الشارع حركيها، هتاخدي من عندنا هناك ماما جلد هلبسها لها للامان لما ننزل، لان طبعا انت هتكوني غيري، انت هتكوني قلقانه في الاول شويه، خايفه يحصل اي رد فعل. لكن لا، احنا لو خرجتها قدامي دلوقتي بتتعامل مع كل الناس تمام. خلي شخصيتك قويه، لما تلاقي بتهوى على حد ابدئي ان انت تشدي الليش لورا وقولي لها عيب تمام، ولبسها الكمامه. خلي الناس اللي قدامها قولوا له اتمنى ان انت ما تخافش. الناس اللي بتجيلك البيت وبيبقى عندهم رهبه من الكلبه، لا نقول لك تعملي ايه. لو انت شايفه مثلا خالته او عمته اللي جات لكم والكلبه عضتها قبل كده، لما نعرف ان هي جايه ناخد كلبتي ننزل بيها الشارع، نربطها في مكان بره، ونطلع قريبتي نقعدها في الشقه، ونلبس كلبتي كمامه تمام، ونطلع كلبتي تطلع تخش الشقه، هتلاقي عمتي او قريبتي دي جوه، هتفوجئ بيها، هتخش عليها. عرفي قريبتك قولي لها ما تخافيش ما تتحركيش. اول حاجه الكلبه لابسه كمامه مش هتاذيكي. الحاجه الثانيه ما تخافيش من رد فعلها وهي داخله. الكلبه كل اللي فكرها ان هي هتخش هتجري ناحيتها هتشمها تمام. أيوة. خلص الموضوع. صح. بقينا اصحاب. أيوة. بقينا اصحاب. هي هتطبطب على الكلبه في اول دقيقه او اول دقيقتين مش هتبقى الكلبه واثقه فيها. بعد كده لما تلاقيها ان هي قاعده ما اذتش الكلبه في حاجه، هتبدا ان الكلبه تقرب منها، تتعامل معاها عادي، وهتتعامل معاها زي ما اتعاملت مع الناس هنا. عرفتي الفكره ازاي؟ لكن انا ما نخليش الكلبه في الشقه وعمته او خالته دي تطلع تمام، لان لو طلعت وهي عضها قبل كده هتبدا تهيجي عليها تاني، تفتكر القديم. لا، انا ساعه ما نعرف ان هي جايه هناخد كلبتي ننزلها ونلبسها كمامه، وقريبتي تطلع تقعد في الشقه عادي في الصاله تمام، ونبدا نطلع كلبتي تطلع فوق. اول ما تطلع هتلاقيها هتفوجئ بيها، قال لا انت جيتي الحمد لله على السلامه، ده انا عايزاك. هتخش عليها تشمها، الكمامه عامله مانع، يبقى هي مش فيش داعي انها تخاف. يعني مش هتبقى داخله عليها بالكمامه هي تقوم تجري، لا حاولي ان هي يعني ترجيها ان هي تساعدك. قولي ساعديني بس نحل المشكله اللي عندها تمام. فهتقعد تنا قاعده قلبها جامد، ويا ريت بتوريها الفيديو، الفيديو هينزل على اليوتيوب. أيوة. تمام، قلبها جامد ما تخافش، لان مش هيحصل حاله اذى من الكلبه خالص. كلبه طيبه جدا، الكلبه دي حبوبه جدا، هاديه جدا. ما انتوا كنتوا حاطين في دماغكم حاجه تانية غير كده، بس انتوا حطيتنكم في دماغكم كده، هو ده اللي كان موصلها للمرحله دي تمام. تحياتي ليكم يا جماعه، تحياتي لكل جمهورنا وكل الناس الجميله، كل سنه وانتم طيبين. تحياتي لاهل المنصوره، واحلى مسا عليكم، ويا رب تكون بيتا عجبتكم. لو تابعتوا حلقاتها اللي فاتت كلها، هل اكتبوا لنا في الكومنتات هل بيتا فعلا اتغيرت، هل بيتا فعلا كانت في وصلت للاحسن. تحياتي للجميع واحلى مسا عليكم، الكومنت بتاعكم يهمني. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكابتن البارح في اعلى المزارع هم دوكس في ضمانهم، رجولة ومجدع وسيبته مسمع، اخونا الكبير ابو نور شرف بلدنا ومنه استفدنا، ابو نور حبيب الجمهور.